صباح الخير. طبعا اليوم بنطل عليكم من بيت العيلة بعد ما بيتنا انقصف. طبعا معلش يا جماعة، الواحد ما نامش كويس طول الليل، كان الوضع قصف وما عرفناش ننام، فان شاء الله الايام الجاية تكون افضل واجمل يا رب وتخلص الحرب على خير. صح، اليوم ما عناش مية ولنا اسبوع ما شفناش المية، فنركز. حمود، مريم، وين 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 ميمي؟ ابا اتفقنا. تعال نشوف يومنا كيف حيكون. يلا. طبعا زي ما انتم شايفين الدمار دائما في كل مكان. هاي حمود، يا حمود وينك؟ قايد اضرب. كيف حالك؟ امورك تمام؟ بدي منك طلب اليوم. ماشي، شو الطلب اللي بدي اياه منك؟ بس تيجي الميه من عبد البركه. ثاني بدي اروح على الشغل، ماشي بابا؟ ماشي. اكيد؟ جاهز؟ اضرب كف. ها، احلى شباب. ماشي؟ مسك الميه بابا. نتوجه للعمل اليوم في مركز ايواء المسيرات الاعداديه. احلى احلى من هذا، احلى صوره. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير احمد. ايه شباب، يعطيكم العافية. سيلفي اليوم لكل البركة. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. طبعا حنشوف مع بعض الأنشطة اللي بينفذوها المرشدين النفسيين داخل مراكز الإيواء مع بعض زي ما انتم شايفين. الحين عندنا محمد، شايفين محمد؟ وين محمد؟ أسروا عليه. أي محمد؟ الحين أنا ومحمد بدنا نغير الأماكن تبعتنا. أنا بدي أروح مكان محمد ومحمد بدي يجي مكاني. جاهزين؟ 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 نعمل إيش مع بعض؟ عاليا، واحد اثنين ثلاثة، عاليا لفوق. روح يا محمد مكاني. هوبا، نزل أسفل أشوف وين محمد. واحد اثنين ثلاثة، هوبا. أعلى 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 أعلى. مين فاز؟ مين فاز؟ كمان بدناش نزقف عليهم، احمر واصفر، يلا ابيض ازرق أحمر. زي ما انتم شايفين هاي الانشطه بنطبقها بشكل يومي مع الاطفال داخل مراكز الايواء.